اهلا بيكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر. النهارده هنتكلم على التحاليل المبدئيه اللي ممكن نطلبها من العيان لو شاكين ان عنده كورونا لو المسحه مش متاحه او صعب شويه ان احنا نعملها. وملحوظه صغيره التحاليل دي مش بتاكد بشكل قاطع ولا بتنفي بشكل قاطع وجود الكورونا. <متصفيق> طبعا دلوقتي احنا عرفنا كلنا ان الكورونا انتشر بشكل كبير جدا في مصر وبقى امر واقع ولازم نتعايش معاه. فاي شخص لو حس باعراض زي اعراض البرد، صداع، تكسير في الجسم، ارتفاع درجه الحراره، ممكن احتقان في الحلق، ممكن اسهال، ممكن فقدان لحاسه الشم وحاسه التذوق زي ما الناس كلها عارفه دلوقتي، ممكن كحه وممكن رشح، لو حس بالاعراض دي كلها غالبا بنعتبره كورونا لان كومونز كومون دلوقتي كورونا منتشر بشكل كبير فهو الاحتمال الاقوى حاليا المفروض اصلا اللي يحس باي اعراض من دي المفروض انه يعزل نفسه تلقائيا في البيت لمده 14 يوم وياخد العلاج اللي الناس كلها عارفاه دلوقتي او اللي ممكن هنقوله في الفيديو الجاي ان شاء الله من غير تحاليل رايي انا الشخصي من غير تحاليل اللي يحس بالاعراض دي يعزل نفسه ويعتبر نفسه كورونا من غير اي تحاليل ثانيه لكن في تحاليل هقولها لما بنعملها وتطلع عاليه كده بيخلينا نشك بشكل كبير او نقول غالبا صح دي كورونا لكن مش 100% التحاليل دي زي اول حاجه صوره دم كامله سي بي سي وفي حالات الكورونا بنلاحظ ان التحليل ده بيطلع فيه كرات الدم البيضاء قليله او ممكن تكون طبيعيه لكن الليمفوسايتس كرات الدم الليمفاويه هي اللي قليله التحليل اللي بعد كده ال اتش ممكن نلاقيه عالي في عيانين الكورونا، بعد كده تحليل سي ار بي ممكن نلاقيه عالي في العيانين بتوع الكورونا، كمان الاي اس ار ممكن نلاقيه عالي، كمان سيرام في الروتين ممكن نلاقيهم عاليين، ولازم نبقى عارفين ان دول اسمهم دلالات التهاب، اصلا قبل كده كانوا ممكن يعلوا لاي سبب، مش عيان عنده سي ار بي عالي زمان كنا هنقول انت عندك كورونا. لكن بما ان الغالب دلوقتي الكورونا فعشان كده دول لو عاليين نشك بشكل كبير ان دي كورونا وانا بقول نشك بشكل كبير مش اكيد تشخيص الكورونا عشان اقول كورونا 100% لازم عمل المسحه. كمان لو في كحه او اعراض تنفسيه ممكن نعمل اشعه على الصدر، اشعه عاديه او كمان نعمل اشعه مقطعيه. طبعا الاشعه المقطعيه بتبين تفاصيل اكتر وادق كتير من الاشعه العاديه. لو لقينا فيها المنظر بتاع الجراوند جلاس ابييرنس ده اللي هي البياض اللي في الرئتين ده، طبعا الاطباء اللي بيعرفوا الكلام ده، برده بنشك بشكل كبير جدا ان دي حاله كورونا. زي ما قلنا كومون كومون في اسباب بتعمل كده لكن دلوقتي ده موسم الكورونا كمان ممكن اعمل تحليل اسمه دي دايمر برضو لو لقيته عالي ده بيدعم التشخيص اكتر ان دي ممكن تكون كورونا ازيك يا دكتور تامر في عيان عملت له تحليل اي اس ار طلع عالي سريتين طلع عالي سي ار بي طلع عالي وصوره الدم الكامله بتاعته لقيت فيها كرات الدم البيضاء قليله كده هقول له انا متاكد ان انت عندك كورونا ايه رايك في الكلام ده لا يا بندق لو عمل كل التحاليل دي وطلعت ايجابيه مش 100% كورونا لكن زي ما بقول لك الموضوع دلوقتي منتشر فبنعتبر ان هو كورونا طيب يا دكتور في عيان عملت له التحاليل كلها طلعت كويسه في ار بي طلع كويس في طلع كويس حتى الاشعه المقطعيه على الصدر بتاعته كويسه كده يبقى مؤكد ما عندوش كورونا صح برضو لا يا بندق حتى لو التحاليل دي كلها طلعت طبيعيه ما بينفيش الكورونا في ناس بيجي لها الكورونا وبيعدي من جسمهم من غير ما يعمل اي مشاكل خالص لا تحاليل ترتفع ولا يعمل حاجه في صدرهم ولا اي حاجه ده الغالبيه العظمى من مرضى كورونا بيعدوا من غير اي مشاكل خالص وان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم على العزل المنزلي امتى العيان يعزل نفسه في المنزل امتى يحتاج يروح المستشفى لو حس بايه ياكل ازاي ويشرب ازاي في الحجر المنزلي ده ويستخدم الحمام ازاي وايه هو العلاج اللي بياخده في العزل المنزلي ومده العزل المنزلي ده قد ايه وممكن اعمل فيديو بعد كده عن اشعات مقطعيه لمرضى كورونا شفناهم بالفعل وفي النهايه احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناه اعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم